ثم يغسل رجليه مع كعبيه، أي يغسل الكعبين. قال ويغسل الأقطع أو الأقطع بقية الفروض ومن مفصل طرف عضد وساق. الأقطع يعني المقطوع يده والمقطوع رجله، كيف يعمل؟ عادة القطع يكون من مفصل، القطع يكون من مفصل. فإذا فرض أن إنسانا قطع من المرفق، هنا قطع عنده المتن فقط زين، لكن الساعد كله مقطوع مع الكف، كل هذا مقطوع. فهذا كيف يغسل؟ لابد أن يغسل الطرف هنا اللي هو بقية الساعد مع العضد، فيغسل هذا الطرف الأقطع. كذلك بالنسبة للقدم، إذا كانت القدم مقطوعة كذلك، خاصة في يعني السرقة على مذهب أحنا تقطع رجله السارق مع يد، يعني لو عاد السرقة سرق فقطعت يده ثم سرق مرة ثانية، قالوا تقطع قدمه، فلا تقطع القدم كلها حتى يستطيع أن يمشي، وإنما تقطع إلى المفصل. فهنا إذا قطع المفصل قال يغسل المكان الذي هو بارز، ما زال جزءا من القدم، فيغسل هذا المكان. فالقصد إذن أن المقطوع اليد ومقطوع الرجل لابد أن يغسل الجزء الظاهر، يغسل الجزء الظاهر. لكن لو فرض الإنسان قطعت يده من هنا من آخر المرفق طيب إلى الكتف مثلا، هذا ما يحتاج يغسل شيئا، يسقط غسل اليد، يسقط غسل اليد لأنه ليس هناك شيء من اليد أصلا، فهنا يسقط الرجل. مثلا واحد مقطوع رجله من 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 الساق مثلا أو من الركبة، ما يحتاج يغسل طرف الركبة هنا، لماذا؟ لأنها ليست جزءا من الوضوء. لكن إذا كان جزء من القدم موجود فهنا يغسل ما ظهر من القدم.